خلال الانتخابات المقررة يوم الخامس فيفري المقبل، وبموجب صفقة بين الكتلتين البرلمانيتين لحزبي الأغلبية البرلمانية، الأفلان والأراندي يقتسمان مغانم المجلس الدستوري. المبدأ العام نحن في التجمع الوطني الديمقراطي ونتيجة الاتفاق مع حزب هبة التحرير الوطني، فإن سوف لن يقدم مرشحا في المجلس الشعبي الوطني، ومرشحه سوف يكون في مجلس الأمة، بمعنى أن التجمع الوطني الديمقراطي يكون له مرشح في هذه الهيئة الدستورية من مجلس الأمة، وحزب حزب التحرير يكون له مرشح من المجلس الشعبي الوطني. هذا ما تم الاتفاق عليه. انتخابات تجديد هياكل المجلس الدستوري التي تنتهي آجال إيداع ملفات ترشحها نهاية الشهر الجاري ستعرف جملة من الإصلاحات على ضوء التعديل الدستوري الأخير. هناك شروط جديدة بالنسبة للترشح، بربعين سنة لا يقل العمر المترشح على 40 سنة، مع 15 سنة من الممارسة، سواء كان كقاضي في سلك القضاء أو كمحامي أو كإطار سامي، يعني مارس مهام الدولة، وكأستاذ جامعي كذلك اللي يمارس إطار الاختصاص تاعه اللي هي الحقوق، أو موظف سامي كذلك. ما الجديد ثانيا، ما جاء في المادة 188 من الدستور، وهو يمكن هذه لأول مرة يمكن اختيار مجلس دستوري، يعني بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة سواء من المحكمة العليا أو من مجلس الدولة. إذن هيمنة كلية لحزبي السلطة على مختلف الهيئات الدستورية في البلاد. عندما يتعلق الأمر بمكاسب نجد اتفاق كلي بين الغريمين السياسيين اللذين سرعان ما تندلع بينهما حرب السجالات عندما يتعلق الأمر بالمصالح.